فالام دي والطلبه دي بي 1 طلبه دي اللي هو ممسوك بمين؟ السيناريو ده ينفع يحصل ولا لا؟ هو ده سؤال. السيناريو ده ينفع يحصل ولا لا؟ بناء على الترتيب لا بص هو هيبقى اسهل ماشي ما تبقاش اسهل لا ليه؟ بي 1 انت هنا بتقول ايه؟ بي 1 ماسكه مين؟ وعايزه ده مستحيل يحصل لان التاب ومين لان الترتيب ده وبعدين ده فعمر ما يحصل هنا ان بي 1 تمسك البي وتستنى ده عمر ما يحصل بناء على الترتيب ده. طيب يبقى عكس السهل ده ما ينفعش فهنضوه. نرجع تاني. هل في احتمال تاني؟ نعكس مين؟ نعكس ده؟ صح؟ احنا عكسنا ده من شوية كده؟ ما ينفعش. لو عكسنا ده وده زي ما هو بعدين عكسنا ده بعدين ده زي ما هو وبعدين ده يتعكس بعدين ده زي ما هو الترتيب ده يمشي ولا لا؟ لا ايه؟ تعال شوف بي زيرو ينفع يبقى معاها البي تستنى السي؟ ايوه ايه ده السي تطلبها بعد دي. طيب بي 1 ينفع يبقى معاها السي تستنى دي؟ ايوه بعد ثلاثة. طب والبي 1 ينفع يبقى ماسكة دي ومستنية دي؟ ايوه بعد ثلاثة. ده ايه؟ ده الجواب. السيناريو ده يجيب ايه؟ يجيب الدور صح؟ بناء على السيكونس ده. خلاص معلش عشان تبقى ايه عن سؤال عايز استنى بعد المحاضرة. خلص بس ال نمرة بي بيقول لي modify the order of some of get requests to prevent the possibility of the door. بيقول لي عدل الترتيب بتاع الطلب بحيث تمنع الديدلوك. بس طبعا بيقول لي انت بتعمل بوث ريكويستس اكروس البوستين يعني لما تعدل على المستوى البروسيس راح دي هتفضل عايزه سي والاف ودي بس الفكره في ايه؟ في الترتيب. لو تفتكروا لا بص هو بيقول لي ايه؟ ترايتو ايه؟ بريفنت تكميل بريفنشن كنا بنكسره بنعمل انترفنشن ازاي؟ احنا لسه شاطر من التاني من الاربعه الشاطر الرئيسي اللي هنا هو مين؟ فاكرين كنا بنكسره ازاي؟ بالظبط استغل دلوقتي احنا فاكرين ان هم فاكرين صح؟ الترتيب يبقى جاي تحت فالمفروض ان اما بنعمل لهم ترتيب اللي ماسك حاجه لا اللي ماسك حاجه يطلب اللي بعدها يعني الناس اللي ايه من حقه يطلب كل اللي بعده اللي ماسك بيه ما يطلبش الايه يبقى انا اعكس الترتيب ده بتاع دول فاخليهم ازاي؟ ده ما عندوش مشكله بيطلب A B C فما فيش مشكله ده بيطلب D E B لا ده هو D D E فين بقى ده مين اللي هو ده مين؟ 1 B 1 B 1 بيطلب B D E و بي 2 يطلب سي اف دي لا يطلب سي وبعدين دي وبعدين
كده هل الدايره اللي احنا كنا عاملينها دي نافعه دلوقتي؟ لا. يعني ده انك تقول ده ماسك اثنين وضارب عكس المنطق. هو جبت هو جبت واحد الاول وبعدين اثنين. شعوره ايه؟ ما يبقى ماسك اثنين وضارب واحد. بينما ده اثنين وضارب ثلاثه صح؟ وده ماسك السي وبيطلب ودي فالدول موجودين صح؟ بس دي ايه؟ مش مغرمه بس فكسرت دايره التوازن اللي كانت ده اللي انت قلت عليها برضه مش تنفع مفهوم يا شباب؟ ده انا سال على ازاي تستغل الريسورس ابلكيشن جراف انا لسه ما خلصتش يا شباب لسه ما خلصتش. طيب هخلص يعني انا بس اقول بخلص ما ينفعش انا هرجع لك وكل يوم ده ايه اللي تفضل